أكثر من بين الأسئلة التالية عند إجراء محادثات التنشئة الاجتماعية التنظيمية مع موظفيك الجدد؟ ما هي رؤية ومهمة وقيم الشركة؟ فحتى تعرفوا أنتوا أنه هل هالموظف بيعرف شو هي رؤية ومهمة وقيم الشركة؟ يعني الفيجن والميشن والفاليوز؟ ما أكثر القيم إلحاحاً بالنسبة لك؟ فإذا خلينا نعرف قديش الموظف صار بيعرف أو هو على علم من القيم وهي القيم المهمة بالنسبة للشركة. كيف لنا وأن نعزز تعاون أعضاء الفريق ودعم بعضنا بعض؟ وهل تمتلك كل الأدوات التي لها وأن تعينك على إتمام دورك بشكل فعال؟ وشوفوا هون كيف بيجاوبكم الموظف إذا في شيء ناقصه أو مفكر حاله بيقدر يعمل هذه الوظيفة اللي عنده. فإذا هون منشوف إيكيا جوب انترفيو، فإذا منشوف هون حاطط له كرسي مفكفكة وبيطلب منه أنه بليز هاف سيت. فإذا هون الموظف يمكن مطلوب منه أنه يركب هذه الكرسي ليصبح عضو من شركة إيكيا. وآخر شيء نختتم مع قول: أنا مقتنع بأنه ما من شيء أهم من توظيف وتطوير الأفراد. في النهاية اليوم أنت كرب عمل تراهن على الناس وليس على الاستراتيجيات. أنت في نهاية المطاف أو أنتو يا سيدات في نهاية المطاف ما عم تتعلعوا على الاستراتيجية إذا رح تنجح ولا لا، إذا الشركة ماشي أو مش ماشي، أنتو رح تراهنوا على الناس رح يوقفوا حدكم أو ما رح يوقفوا حدكم، رح يطلعوا هالشركة من المأزق اللي هي فيه أم لا، إذا هي شركة ناجحة رح يكفوا بالنجاح أو لا. فإذا أنتو ستراهنون على الناس وليس على الاستراتيجيات.